أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرا معلوماتيا حول مستقبل صناعة المنسوجات الذكية عالميا ومحليا ودور الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في صناعة المنسوجات الذكية. وأوضح التقرير أن المنسوجات الذكية المستخدمة في مجال النقل تستحوذ على أكبر شريحة في السوق العالمية بقيمة 42 مليار دولار وحصة تمثل 22%، وذلك من السوق العالمية. وأشار التقرير إلى وجود فرص استثمار في صناعة المنسوجات التقنية في مصر، إضافة إلى احتمالية زيادة الطلب المحلي على المنتجات النهائية للمنسوجات الذكية، ومنها منتجات الصحة والسلامة الشخصية وأحزمة الأمان والوسائد الهوائية وغيرها.